التوقع رقم 63. الرياضة في الجزائر سنة 2024 ستعرف مشاكل ومصاعب خصوصا في كرة القدم. أعيد هذا التوقع. التوقع رقم 63. الرياضة في الجزائر سنة 2024 ستعرف مشاكل ومصاعب خصوصا كرة القدم. التوقع رقم 64. مفاجآت سياسية صادمة للرئيس تبون تدخله في دوامة الهم، وسيخرج بخطابات سياسية عنوانها المؤامرة على الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة التقويم وإعادة التأويل. واليوم هو جوج ماي من سنة 2024، والحلقة مخصصة للكلام عن التوقعات التي تحققت بخصوص دولة الجزائر. وأؤكد مرة أخرى على أن الحرب المنتظرة قادمة حتما، وربما ستكون في أواخر هذه السنة، ولن تجدي اليد الممدودة التي ينهجها المغرب من أجل إخراج الجزائر من وحل الهوية والضياع إلى البحث عن فرصة جديدة وأمل جديد لإصلاح أخطاء التاريخ. هذه اليد الممدودة انتهت بحادثة قميص نهضة بركان الذي بين حقيقة الكبرنات ونواياهم. نعم، التي بيّنت حقيقة الكبرنات ونواياهم الحقيرة وطمعهم في وحدة التراب المغربي. مواضيع كثيرة سنتكلم فيها وسنرد على الذين يقولون يستحيل أن تأتي الرؤى في الرياضة. سأتكلم عن التوقعات التي تحققت والبركان الذي انفجر في الجزائر. سأتكلم عن القادم المظلم للجزائر، والنهاية أصبحت قريبة جدا. والحلقة أيضا ستكون رسالة لمن يقول أن المعبر المغربي محمد مجاهد حاقد على الجزائر. التوقعات التي تحققت خير دليل على صدقي ونزاهتي ودقة تأويلاتي. أقول وبالله السعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله رب العالمين حمد عباده الصادقين الشاكرين، ونصلي ونسلم على الحبيب المحبوب خير مبعوث للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبابي الكرام، أسأل الله تعالى أن تكونوا بخير وفي أتم الأحوال والصحة والعافية. أسأل الله تعالى أن يفتح لكم أبواب الخير دنيا وآخرة، ونسأل تعالى أن يحفظنا من شر الحاقدين ومن شر الظالمين ومن شر المنافقين ومن شر العائنين والحاسدين والساحرين ومن شر المدلسين وكل من يتاجر بهذا الدين. ونسأل تعالى أن يجمعنا في جنات الفردوس الأعلى. قولوا اللهم آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقبل أن أدخل في الموضوع، أحب قراءة التوقعات التي تخص الجزائر لسنة 2024. وهذه التوقعات أو هذه الحلقة كانت بتاريخ 24 ديسمبر من سنة 2023، تجدونها في صندوق الوصف. تقريبا أخرجت 15 توقع للجزائر من الرقم 53 إلى الرقم 67. 15 توقع من أصل 100 تمثل نسبة 15%. ونبدأ على بركة الله.
التوقع رقم 53 قلت البواخر الإيرانية سوف تصل إلى السواحل الجزائرية. التوقع 54 قلت الدول الأوروبية ستنقلب على الجزائر بسبب حدث مهم. التوقع رقم 55 قلت زلزال قوي يضرب الشرق الجزائري. التوقع رقم 56 قلت حرب إعلامية شرسة من الإعلام الجزائري على المغرب سنة 2024. التوقع رقم 57 قلت مواجهات سياسية ودبلوماسية ستكون بين الجزائر وفرنسا سنة 2024. التوقع رقم 58 قلت تنامي الحركات الانفصالية في الجزائر وتأييد أوروبي شبه كامل للانفصاليين. التوقع رقم 59 عزلة سياسية كاملة للدبلوماسية الجزائرية. التوقع رقم 60 قلت تبون آخر رئيس للجزائر ويمكن أن يأخذ ولاية ثانية من خلال تزوير الانتخابات واحتكار السلطة بتعاون مع العسكر. التوقع رقم 61 قلت زلزال في البحر الأبيض المتوسط يصل تأثيره إلى السواحل الجزائرية. التوقع رقم 62 قلت ثورة الكبرانات في الجزائر على الدستور وصراع مع الشعب. التوقع رقم 63 قلت الرياضة في الجزائر سنة 2024 ستعرف مشاكل ومصاعب خصوصا في كرة القدم. التوقع رقم 64 قلت مفاجآت سياسية صادمة للرئيس تبون تدخله في دوامة الهم وسيخرج بخطابات سياسية عنوانها المؤامرة على الجزائر. التوقع رقم 65 مظاهرات جزائرية متنوعة داخل وخارج التراب الجزائري. التوقع رقم 66 تعليم في الجزائر وفضيحة مدوية في وزارة التعليم. التوقع رقم 67 حرب بين المغرب والجزائر ستكون محدودة وأسلحة إيرانية تصل إلى جماعة الوهم أقصد البوليزاريو. 15 توقع أحبابي كرام تحقق منها تقريبا 7 ونحن ما زلنا في منتصف الطريق في منتصف السنة. وأقصد التوقع رقم 56 حرب إعلامية شرسة من الإعلام الجزائري على المغرب في سنة 2024 وهو ما نراه الآن وبسبب موضوع نهضة بركان والخريطة المغربية السيادة المغربية حرب سبحان الله على المغرب وعلى الكاف وعلى الطاس وعلى الفيفا سبحان الله. وهذه الأمور نشاهدها ونعاينها الآن. هذا التوقع تحقق. ثم التوقع رقم 58 حينما قلت تنامي الحركات الانفصالية في الجزائر وتأييد أوروبي شبه كامل الانفصاليين وهو ما وقع في إعلان دولة القبائل. نعم إعلان دولة القبائل في نيويورك تابعنا هذه الأحداث. ثم التوقع رقم 59 حينما قلت عزلة سياسية كاملة للدبلوماسية الجزائرية. نعم هذه الدبلوماسية انتهت سبحان ومن أنهاها فريق نهضة بركان. نعم الكاف سبحان الله يعني سبحان الله الخريطة المغربية انتصرت في الكاف وانتصرت في الطاس وانتصرت في الفيفا وانتصرت في العالم بأسره. فأين هي السياسة الجزائرية وأين هي الدبلوماسية الجزائرية؟ الآن السياسة الجزائرية والدبلوماسية معزولة وهو ما نراه الآن. وفي التوقع رقم 60 حينما قلت تبون آخر رئيس للجزائر ويمكن أن يأخذ ولاية ثانية إلى غير ذلك. نعم لأن هناك رئيس جديد هو رئيس دولة القبائل وبدأت الدول تعترف بهذه الدولة الجديدة. ثم أحبابي كرام التوقع رقم 63 حينما قلت الرياضة في الجزائر سنة 2024 ستعرف مشاكل ومصاعب خصوصا في كرة القدم وهو ما نراه الآن. وهذا التوقع سبحان الله تحقق مثل فلق الصبح. ثم التوقع رقم 64 حينما قلت مفاجآت سياسية صادمة للرئيس تبون. نعم ما وقع يعني صدمة الكاف وصدمة الطاس والصدمة التي تلقى الجزائر من الفيفا والخريطة المغربية الآن ترفرف في كل المحافل الدولية هي الصدمة التي تلقى تبون. نعم ثم التوقع رقم 65 حينما قلت مظاهرات جزائرية
جزائرية متنوعة داخل وخارج التراب الجزائري، مظاهرات لتأييد استقلال القبائل، كان هذا داخل التراب الجزائري وكان هذا داخل التراب الأوروبي خصوصا في فرنسا وأمريكا وغير ذلك. نعم، توقعات مثل فلق الصبح تحققت. والأهم أحباب الكرام، وموضوع حلقتنا الآن يعني سيكون حول توقع رقم 63، وهو الرياضة في الجزائر سنة 2024 ستعرف مشاكل ومصاعب خصوصا في كرة القدم. التوقع رقم 63، الرياضة في الجزائر سنة 2024 ستعرف مشاكل ومصاعب خصوصا في كرة القدم. أعيد هذا التوقع، التوقع رقم 63، الرياضة في الجزائر سنة 2024 ستعرف مشاكل ومصاعب خصوصا كرة القدم. التوقع رقم 64، مفاجآت سياسية صادمة للرئيس تبون تدخله في دوامة الهم، وسيخرج بخطابات سياسية عنوانها المؤامرة على الجزائر. وبسبب هذه التوقعات، أقول بسبب التوقع رقم 63، تعرضت للهجوم والسب والشتم، ووصفوني بأني مخزني وأني حاقد على الجزائر كالعادة. لكن السؤال المطروح، ما محل الرياضة الجزائرية من الإعراب في هذا الوقت؟ وإذا ربطت هذا التوقع مع رؤية سبق أن عبرتها انفجار بركان في الجزائر، يكون المعنى أبلغ وأوضح. هل الرياضة بخير الآن في الجزائر أم أنها في الحضيض؟ خريطة المغرب انتصرت على الرياضة في الجزائر، الكاف اعترفت بالخريطة الكاملة للمغرب، الطاس اعترفت بالخريطة الكاملة للمغرب، والفيفا اعترفت بالخريطة الكاملة للمغرب، وحتى المجتمع الدولي اعترفوا بالخريطة الكاملة للمغرب. وحينما انسحب الفريق الجزائري أمام نهضة بركان بسبب أنه يحمل خريطة كاملة في القميص، ماذا وقع؟ انتصر فريق نهضة بركان 3-0 في الذهاب، وانتصر كذلك 3-0 في الإياب. نعم، والجزائر لم يعجبها الحال، لم يعجبها هذا، فسأنفت يعني قرار الكاف يعني، واتجهت إلى الطاس، والطاس أيد قرار الكاف بأن النتيجة طبيعية عادية. لماذا فريق الجزائري لم يلعب المباراة؟ وما دخلكم أنتم في الخريطة الكاملة المغربية؟ كنت حينما كنت أسمع الإعلام الجزائري ويقول هذا يمس السيادة الجزائرية، والله العظيم الإنسان يكاد يصاب بالجنون. ما دخلكم أنتم في الخريطة الكاملة وما علاقتها بالسيادة الجزائرية؟ كانوا يقولون أنهم يدافعون على ما يسمى بالبوليزاريو. نعم، وبدأنا نسمع على أن الصحراء الغربية كما يقولون أو المغربية هي جزء لا يتجزأ من خريطة الجزائر. نعم نعم، هذا هو الحمق. الأكثر من هذا أن هذا الموضوع لم يقف عند فريق جزائري لكرة القدم، بل تعدت إلى رياضات أخرى كرياضة كرة اليد. منتخب كرة اليد الجزائري انسحب أمام نظيره المغربي بسبب خريطة كاملة في القميص، وماذا وقع؟ المغرب سبحان الله انسحب المنتخب الجزائري لكرة اليد، أقصي وواصل المنتخب المغربي لكرة اليد مشواره وفاز بالبطولة. نعم أحبابي الكرام، والمغرب يواصل مشواره سبحان الله، ونهضة بركان كذلك يواصل مشواره وسيلاقي فريق الزمالك المصري في النهاية. إذن وقفت الرياضة الجزائرية كما وقف حمار جحا في العقبة. لم أجد تعبيرا آخر أحبابي الكرام أقول نعم، لأننا صدمنا
صدمنا سبحان الله من هذا السلوك الجزائري، سلوك الكبرانات، الإعلام الجزائري. ما دخلكم في خريطة المغرب كاملة؟ ما دخلكم في السيادة المغربية؟ الجنون لم يقف عند هذا الحد، بل خرج الإعلام الجزائري ليدعي النصر. نستمع لبعض المستملحات. ما كان متوقعا، الجزائر لا تنحني أبدا أمام أي طرف يريد أن يجعل من مبادئها وثوابتها على المحك. نعم حبايبي الكرام، أي مبادئ هذه يتكلم عنها هذا الشخص؟ أي مبادئ؟ سرقة تاريخ الشعوب، سرقة أراضي الشعوب، هل هذه المبادئ؟ وهل الصحراء المغربية جزائرية أو ما يقول عنها الصحراء الغربية هي جزائرية؟ نعم حبايبي الكرام، مبادئ الشيطان هذه نسمع عنها. نعم كلام غريب. طبعا هذا ليس إقصاء وليست بخسارة. نعم هو إقصاء، الكاف انتصرت للمغرب، والطاس انتصرت للمغرب، والمحاكم الدولية انتصرت للمغرب، وحتى الفيفا والمجتمع الدولي سبحان الله انتصر للمغرب، لكن لم يقروا بهزيمتهم. فبدأ الإعلام الجزائري يخرج سبحان الله، بدأ الإعلام الجزائري يخرج كما قلت ليضحك على الشعب الجزائري. نسمع. بل انتصار أمام العالم وصورتنا التي ارتبطت دائما بقضايا التحرر ستبقى لامعة في كل المواقف العالمية. نعم أحبابي الكرام، العالم بأسره يقر بهزيمة الجزائر. نعم وهذا يضحك على الشعب الجزائري في كل منبر عالمي. اليوم منبر الرياضة استطاع أن يمرر رسالة قوية لكل من يشكك في صلابة مواقفنا. نعم هي صلابة الحمقى أحبابي الكرام، وهي رسالة للمغرب، رسالة للمغرب الذي ما فتئ يقدم اليد الممدودة. نعم لابد أن نغير هذه السياسة، فنحن نتعامل مع الحمقى، نتعامل مع الحمقى، هذه الحقيقة أحبابي الكرام. فصلابة مواقفهم تجاه سرقة تاريخ الشعوب وسرقة أراضي الشعوب وتزوير أي شيء، حتى تزوير الحقائق سبحان الله، هزيمة نكرة، ورغم ذلك دائما يبحثون عن المخارج. نواصل الاستماع. اتحاد الجزائر جعل الجميع يتحد على مبدأ وفكرة واحدة مفادها السيادة الجزائرية، خط أحمر موسوم بعنوان. نعم أحبابي الكرام، عن أي سيادة جزائرية يتكلم عنها هذا الشخص؟ هذا ما كنت أقول أحبابي الكرام. ومثل هذا الكلام سبحان الله، مثل هذا الكلام الغريب العجيب، عن أي سيادة يتكلم عنها؟ وهل اخترقنا بما يسمى حدود الجزائر حتى يكون في كلامهم معنى؟ إنها الحماقة أحبابي الكرام. الصحافة الجزائرية أعلنت الحرب على الكاف والمجتمع الدولي، وصدقت توقعاتي حينما كنت أقول هناك عزلة سياسية ودبلوماسية للجزائر في سنة 2024، وتبون سيتلقى صدمة كبرى في هذه السنة. سبحان الله، توقعاتي كانت في الميزان. وهذه رسالة لمن يقول الرؤى لا تأتي في الرياضة. انظروا لقميص كيف عرى الواقع الجزائري، انظروا لمن استغل الرياضة من أجل سرقة نصف خريطة المغرب، انظروا لهذه الرياضة التي ستجر دولتين للحرب في يوم من الأيام، انظروا لهذه الرياضة التي بينت صلابة ومواقف الكبرانات السوداء عليه من الله ما يستحقونه. أحبابي الكرام، حينما أعلنت الكاف انتصار فريق نهضة بركان المغربي في الجزائر، لأن الظالم الذي أراد تغيير القميص بسبب الخريطة الكاملة يستحق العقوبة،
والقميص قانوني مسجل لدى الكاف منذ زمن، فكانت النتيجة 3-0 لصالح نهضة بركان. وفي مباراة العودة الفريق الجزائري لم يحب الدخول إلى أرضية الملعب، والسبب كذلك أن نهضة بركان تلبس القميص الذي فيه خريطة المغرب كاملة. فتدخلت الكاف لتعلن انتصار نهضة بركان مرة ثانية وبحصة 3-0 ويكون المجموع 6-0. وبعدها لجأت الجزائر إلى محكمة أوروبية وهي الطاس تستأنف قرار الكاف. وقبل أن تنتظر قرار الطاس ورأيها في الموضوع، الإعلام الجزائري خرج ليكذب على الشعب الجزائري ويقول الطاس انتصرت للجزائر والفريق الجزائري سيلعب النهاية مع الزمالك، كذب ليس له حدود. ونسمع Club, l'USM Alger est qualifié pour la finale sur tapis vert en attendant que cette décision soit officialisée par l'instance de football africain. نعم، حماقة ليس لها دواء. ثم جاء الرد من الطاس ليؤكد قرار الكاف، وفي هذه اللحظة التي أتكلم فيها جاء قرار من لجنة الأندية ليؤكد أن نهضة بركان متأهل رسميا إلى مباراة النهاية ضد الزمالك المصري على حساب الفريق الجزائري. وهناك عقوبات قادمة، ومن المحتمل الفريق الجزائري لن يشارك في كأس إفريقيا وكأس العالم. ويبقى السؤال المطروح، هل هذه الصلابة في المبدأ ستستمر معناه استمرار الرياضة في الحضيض؟ معناه استمرار الرياضة الجزائرية في الحضيض معناه أن الخريطة المغربية انتصرت في الواقع، والإعلام الجزائري يروج لانتصارات وهمية في المواقع. وقبل أن أختم أحب أن أذكر أن سلوك كبرنات الجزائر هدفه هو طمس هوية الصحراء الشرقية بالهجوم على الصحراء المغربية. وأقول لهم الصحراء الشرقية لن ننساها أبدا، فقط سنختار الوقت المناسب للدخول إليها لنسترجع الهدية التي قدمتها فرنسا لمن لا يستحق. وأقول في النهاية مرة أخرى، تحقق توقعي بامتياز في نهاية الرياضة الجزائرية وانهزامها أمام الخريطة المغربية في سنة 2024. وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.